ايبي جيمنج وفيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا شباب. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، زوزو اختي يا شباب اللي بتلعب معايا كل الفيديوهات اللي فاتت ولسه لحد دلوقتي بتلعب معايا، عملت قناه على اليوتيوب اسمها زوزو جيمنج، هتلاقوها تحت في اول الوصف. طبعا هي نزلت فيديو ولسه منزلها فيديو تقريبا من يومين تقريبا. اوبا يا نهار، انا خايف يا شباب. هلا والله، هلا والله، هلا والله، انا مت دلوقتي، انا كده مت، انا كده مت. اوه واو، ما متش يا شباب، عاش. خليها تيجي تحت، خليها تنزل تحت عشان عايز اصحى. اوه بسرعه بسرعه بسرعه، ايوه كده، خليها تنزل تحت عشان عايز اصحى. انت فين انت فين؟ انت نزلت ما بداتش عشان مش عارف ايه المفتاح. ايه اللي اتفتح ده؟ ابني يا ريت خليها تنزل تحت. ايوه كده، شكرا. انا اهو، انا اهو، انا هو، انا اهو. يلا بينا يا شباب وننزل بقى جيم جديد. ايه ده، ده فيهم طب مبروك الخسارة. ايه ده، انا خسرت يا جماعه. ازيكم يا شباب، عاملين اوب بقى، عايزين التحديث الجديد. احنا النهارده نازلين يا شباب عشان التحديث الجديد، حماس حماس يا شباب. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا يا شباب. واو اوعى، كلهم اختاروا التحديث الجديد، كلهم متحمسين. خليها بلاير يا شباب، يلا كلنا بلاير، كلنا بلاير. وانت بخير يا حبيبي، حبيبي والله، احلى ابطال في الدنيا. ويلا بينا يا شباب، الحماس اوه نمسك السكينه يا شباب، صعبه دي شويه. ماشي خلاص، عادي بقى، عادي. عايزين صراحه يا شباب نجرب المكان الجديد بقى. واو ده انا اول مره يا شباب، انا اول مره يا شباب، انا مش هبين لهم اللي انا معايا اي حاجه، انا همشي معاهم عادي جدا. لا عشان انتوا، عشان هم متابعين واحنا في رمضان مش هنقعد حد. يلا بينا كده يا شباب. السلام عليكم، هيا بنا. ده ما يموتنيش. ده مش بيموت. طب يلا بينا. ايه ده، اوعى المكان الاسطوره ده، واضح انه مكان جامد قوي، بس في نفس الوقت حاسس انه صعب ولا ايه، مش عارف، بس واضح. ايه ده، انا ماشي فين؟ السلام عليكم، ازيك حبيبي، يلا بينا يلا بينا. اوه تعالى بقى نستكشف. ايه ده، الوحش ينزل هنا، انزل هنا يا ماما، انزل بسرعه. اوه يا لهوي يا لهوي، ايه ده فين ده؟ الباب ينزل عند الباب، خلي بالك. ايه ده، هو يا جدعان، اوعى اوعى اوعى، بوم. هي مبروك مبروك. ده مخيف قوي. ايه ده، مين ده؟ ايه ده يا شباب، ده في واحد. ايه ده؟ ايوه ده واحد تاني. ده الوحش ده، طب انا اعدي ازاي؟ عاش جدا ابطال. طب انا دلوقتي عايز اعدي معاكم، عايز اعمل اي حاجه معاكم. ده لو يا شباب، انا اول مره اصلا، يعني ايه اول مره في التحديث الجديد، انا مش فاهم اصلا ازاي ده. العشب، اديله تاني العشب. يلا يا شباب نحاول، يلا تاني نديله بسرعه العشب عشان يروح يموته. انت فين؟ لا ما تموتيش دلوقتي، لا لا لا، انا هموت، انا عايز دلوقتي افتح المفتاح. انا رايح اديله العشب اهو، بسرعه بس. هجوم، انا جاي معايا اهو، هجوم. هو فين هو فين؟ يا لهوي هيموتني. الحمد لله، والله كنت هموت. عايش الحمد لله، بس هو كان جاي ورايا اصلا يا شباب. هنا المطبخ، ممكن يكون فينا في مفتاح ولا هنا ولا لا، ما يبقى فيه. عايش جدا يا شباب، يلا بينا. ايه ده المكان ده، اوعى ما كده سايبر، اوعى. ايه ده ايه ده ايه ده، جامد جامد يا شباب، بلاي ستيشن بقى وشغل عالي. ايه ده، اتخضيت والله، افتكرت ان انا مت يا شباب. ايه ده، يا نهار ابيض. انا طلعت. بص بقى بزمتك بنط ازاي، يبقى ده سريع قوي، ما هو سريع جدا فعلا. ايوه يا شباب انا معايا السكينه، وبص انا مش عايز اضرب حد صح. ايه المكان ده، انا النهارده صح جاي اكتشف يا شباب. اوه ديم المكان. ايه ده، لقيت اللون الاحمر، مفتاح احمر. بوم بوم، مش عايز اموت حد من المتابعين صراحه يا شباب. ولا يلا بينا، ولا بلاش بلاش، مش ولا انا اصلا مش كل دايما، مش دايما بكون معايا البتاع ده.
سكين وبوم بوم. يا لهوي يموتني انا خلاص. لا لا خلاص والله خلاص خلاص خلاص، مش هموت حد خلاص، انا اسف مش هموتكم والله خلاص. ايه ده انت فتحتي ده؟ اوه ايه، خلي بالك يا حبيب، احذر احذر يا بوم. اوه اجري يا مجدي بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه يلا بينا يا شباب، عايز تدور العشب كده. اوه هلا والله، اوه هلا هلا هلا. خلاص بقى يا عم خلاص بقى، ما انا فزت بقى خلاص. في ايه عايز تجوا لي؟ عاش جدا يا شباب، انا اسف. يا بلال يا شرير، معلش يا شباب انا اسف فعلا. يلا بينا، الصراحة مكان اسطوري وجميل لكن صعب جدا يا شباب، مش عارف اعدي منه ازاي ده صراحة. هو صعب بس يعني هو صعب شوية بس هنحاول. يعني انا عايز ابقى اكون انا البلاير يا شباب، يعني هتبقى احلى. ويلا بينا نشوف كله، اختار على طول نفس المكان لان المكان ده الصراحة يعني التحديث ده اسطوري، ناس كتير قوي واضح انها بتحبه جدا. هو صح اي تحديث بيبقى حلو، يعني بيعملوا فيه تحديثات، يعني في الماب الخنزير بيبقى فيه تحديثات اسطوره الصراحه. عاش قوي، يلا بينا. اوه تحول يا شباب، يلا بينا، بحب انا الحاجات السريعه دي الجميله دي. يلا بينا يا شباب، شكرا جدا على دعمكم، والله بحبكم كلكم. ويلا بينا يا شباب، يلا 2 1 هو ده الكلام. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ اوه يا مين ده؟ شاب تقريبا يعني واحد من متابعين القناة بس مش عندي في الأصدقاء، ولا واحد معرفوش. أي حاجة أوفر. أيوة أنا ماشي معاه. يلا يا زميلي يلا بينا، نروح فين بقى دلوقتي؟ واو أوه صعبة جدا اللي احنا نخرج منه، وأنا خايف. جاهزين يا شباب؟ يلا يا شباب، اي يلا بينا يا شباب. ايه ده؟ اوه على المفاتيح، المفاتيح هنا كتير جدا على فكرة، المفاتيح هنا كتير. قول بسرعة، نط نط النطة نط النطة النطة. ماشي انت فين؟ ايه ده ايه ده؟ عايز اشوف يا شباب، تعالى كده بص. لا يا شباب عايز اشوف الوحش ده. اوه الحمد لله. اوه لو كنت هموت حالا يا شباب، الحمد لله. ميب ميب بيب، ماشي طلعت اجري على طول انا يا شباب. امال ليه؟ ايه ده هو لسه منزلش؟ تعالوا كده ندور. اوه ده لسه نزل حالا. ايه ده فين ده؟ حد موته ده؟ هو فين اصلا عشان حد يموته؟ سبحان الله. وفين ده يا شباب؟ يلا بينا نقف فينا. لا لا انت عايزة تتحولي؟ اوعى. يا لهوي يا ماما على الشكل، شكلك مرعب. بسرعة بسرعة نجري اجري اجري. اوه ماشي ماشي يلا بينا. اوه ده موكسيد. هلا هلا. ايه ده؟ يلا يا عم مش عايز يموت ليه ده؟ اوه اوه واو. طب يلا بينا كده. ايه ده؟ ده جاي يضربنا. مين ده؟ مين ده؟ اللي حد اداله العشب. تعالي يا بنت تعالي، المفروض تكون ماتت يا جدعان، حد يستقبلها. واو اوعى معاه شخصية الشيطان. اوعى بقى. ايوه عاش يا اختي. يلا بينا يا شباب، اوعى بقى تاني. يلا بينا يا شباب، لحد دلوقتي احنا بنهزر يا شباب، ما كسبناش ولا جيم. انا لسه مشتري شخصية جديدة حالا يا شباب. حلو قوي، انا اعتبر يعني بحاول ان انا اشتري. يعني تعالوا كده نرجع وندوس الشوب ونبص كده بصة. شخصية غالية قوي. ياه 400 يا شباب، كتير قوي، لازم نحوش نلعب كتير. ماشي عايش عايش، هنحاول ان شاء الله نحوش نلعب كتير يا شباب عشان نشتري الشخصية الأسطورية دي. يلا بينا نفس المكان بردك.
صح، مكان صعب شوية بس لازم، مادام فيديو النهاردة التحديث الجديد لازم نلعب 3 جيمات في التحديث الجديد. يلا بينا يا شباب، هو ده الكلام. بس صح الماب يعني لسه المكان ما خدتش عليه، مع بقى يعني مع التكرار بقى، عشان التكرار بيعلم الشطار. نقعد بقى نلعبه كتير واكيد هنظبط الدنيا اكيد. يلا بينا بلاير بقى يا شباب، بلاير. عايزين بقى نلعب جيم حماسي بقى، اخر جيم بقى اسطوري. يلا بينا ونحاول نكسب. لا يا شباب، لو انا، يا نهار ابيض، يا ترى مين، يا ترى مين يا شباب؟ اوه مرشد، اوه مرشد الخنزير، يا نهار ابيض. يا نهار ابيض، ده انا مش هسيبك يا مرشد، ده انا هخلي، بص هقعد اديله كل العشب اللي في الماب كله. يا نهار ابيض، ها اصبر بس، يا لهوي ده مرشد واضح انه هيكسحنا. انا خايف يا شباب، يلا بينا. لا احنا لازم، انا عايز ادور على العشب الاول. هو فين؟ يا لهوي، يلا بينا نحاول كده. ماشي يعني انا هدور على العشب يا شباب. ماشي، فين العشب؟ فين العشب؟ فين العشب؟ ايه ماشي، وانا اخليه برضك معايا عشب، ادور على عشب عشان مش لاقيه. وانا جبت المسدس ده، نزل اهو. وانا جبت المسدس يا واو، عاش قوي. مجهزين كل حاجه كده تمام، مع جبت المفتاح اللي لونه اصفر. اصفر، استنى مش هحتاجه دلوقتي. هلا هلا حبيبي، وفين الوحش؟ يلا بينا، يلا بينا يا شباب، عايزين بقى نكسب احنا الجيم ده. عاش اللون الاصفر بقى، انا مش لاقيها يا شباب. بس انا اقول له الاصفر ده ممكن الاقيه فين مثلا؟ مش هنا. يا احنا عايزين نفتح الاخضر. ايه الاصفر فين؟ بسرعه انا طالع لك اهو. انت تحت؟ طب جاي لك برضه. يلا انت فين، انت فين؟ انا بدور. اه ماشي، يلا يلا بسرعة. يا لهوي، جاي لنا، جاي لنا، جاي لنا. عاش يا اسطورة، هو ده الكلام. يلا بسرعة، انا خدت الحاجة اهو، هحطها فين دي بقى؟ تقريبا انا كنت فاكر هي فين، بس عشان لسه جديد يا شباب على الماب مش فاكر بالظبط كانت فين. طيب ندور بقى عليها مع بعضينا. يا رب يا رب، هي كانت فين يا جدعان؟ لا مش هنا يا شباب، مش هنا خالص. ترى كانت فين يا شباب؟ هو الباب اللي بنهرب منه؟ خدش فيه مفتاح اهو يا محمد حبيبي، محمد جيمنج. يلا بسرعة نطلع. هو ده الباب اللي ده فوق ولا تحت الباب؟ حد يحط البتاع ده عشان نمشي. عايش جدا، ده هنا اهو، هنا صح اهو. يلا بينا، تعالى معايا. عاش يا اختي، اوعى اوعى تلاقيه في وشك، اوعى اوعى يا عمي بقى، اوعى. هو معلق، تعالى اهو، بسرعة بسرعة بسرعة. هو ده الكلام، خدت البتاع ايه؟ اللونة، اللونة. عاش جدا يا شباب، هنكسب ان شاء الله. يا لهوي الخنزير حاطط لنا ترابات كتير قوي. يلا انا هقعد دلوقتي حالا في التراب يا شباب، عشان ايه؟ لا بقى عشان محدش يقع ويخسر بسببها. ايه يا معايا الكالت ده مش عارف هيتحط فين. اه الخشبة اللي فوق صح. عايش، يلا بسرعة نطلع بينا على فوق. اللي هو اللون ابيض؟ امال لونه ايه؟ عايش عايش عايش. ما لا هو انا وقفت في التراب، انا اصلا قصدي اصلا يا شباب ان انا اروح في التراب. يلا هو في، عايش جدا يا اختي. اه اللبن محتاجينه، مفتاح اللبن يا شباب. يا نهار ابيض، محتاجين مفتاح اللبن حالا. سبحان الله، ايه ده؟
يا له، فين فين هو فين؟ خديه بسرعة يلا هيكسحنا. عاش الحمد لله، هو اصلا ايه هو متعب معانا حبيبي. احلى مرشد، عاش يا مرشد، هيخلينا نكسب الجيم النهارده. هو ده الكلام، اخيرا هكسب في اول مره ليا العبه في التحديث الجديد. عاش جدا يا شباب. لا لا مش لازم. كنت فين بس؟ هبل؟ ايه؟ ايه انتوا سايب عصا؟ ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ عاش ويلا بينا. اوه لا لا يا عم الخنزير يا جميل، في ايه يا عم الخنزير؟ اللون الاحمر عايزينه؟ لا. امال انتوا عايزين ايه؟ اوه يا لهوي، عاش جدا شاب. وقفت في التراب وهو ما جاش. هو عاش جدا، هو اصلا مش عايز يموتنا حبيبي. والله يا جدع يا جدع حبيبي، المفروض بقى احنا نكسب. لا لا يا عم، فيها من خنزير فيه. السلام عليكم. هو نزل من هنا وانا طلعت من هنا. يلا ده الخنزير بيفكر يجي. يلا يا شباب مش عارفين نعمل ايه. طب احنا محتاجين ايه تاني؟ عاش. هي فين ديت؟ عاش انا متحمس والله. يلا احنا عند الباب اهو، احنا عند الباب. عاش جدا يا شباب، هنكسب وهنك. لا بعد احنا نرقص بقى، بالمناسبة السعيدة دي نرقص. ايه ده، في حد موته واداله الشوت جان يا زميلي؟ ايوه هو ده الكلام. معاك المفتاح؟ طب يلا بينا. اوه اوه هلا هلا. او برديلو رقصة ديلو. خلاص لا لا يا عم مرشد، خلاص يا جدع. لا 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 لا، احنا في النهاية خلاص عايزين نكسب بالله عليه. ياه بسرعة يا شباب، بسرعة بسرعة، عايزين احنا نكسب كمان. اوعى يا عمي. ايه هلا 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 هلا. ايه على الاسطوره الحماس. اوعى كسبنا يا ولد يا ولد يا ولد. هو ده الكلام يا شباب، ما تنسوناش بقى باللايك وحطوا سبسكرايب للقناه، اسطوري جدا. ايه ده ياوي نوتي، خايف يا عيني. انت هو خايف ليه يا شباب؟ تحسوا ملامحه خايف كده. يا عيني يا عيني. اوه شكرا يا مرشد. طبعا الخنزير مرشد. شكرا يا مرشد، هو كان يعني ساعدنا في الهرب يعني. كلنا هربنا. لا هو برده كان ممكن يموتنا الصراحه، انا عارف مرشد كان ممكن سهل قوي يموتنا، بس احنا هو كان سايبنا بردك. بس عاش عاش جدا. انا ما اعرف اللي عاش جدا يا شباب. بحب اجابلنا محمد، احلى محمد في الدنيا حبايبي، والله احلى ابطال الجيمنج في الدنيا. يلا بينا يا شباب. تقريبا يا شباب بقى اكيد بقى يبقى في تحديث تاني، وكمان بان عليه بقى اسطوري بقى كمان يعني. عاش قوي، احنا بدانا كده نبقى محترفين فجاه كده. انا محترف في ماب، الماب بقى انهي ماب؟ ماشي عاش جيل. اوبا هو ايه اللي هيحصل يا شباب؟ اوه اوه ايه ده، ايه كل دول؟ زيزي ايه ده، عائلة الخنازير الجميلة. وانا بقى واقف معاهم بقى. ايوه مالكوش دعوة بقى بزيزي. ايه ده ايه ده ايه ده، وده ابنهم الصغير اللي واقف معانا. اه ده واضح انه هيجي بقى معانا ولا ايه؟ ايه ده بيقول فيه هليكوبتر. اوبا ده في كلام كبير هيحصل، شوف انا حبيبي. شوف يا شباب انا واقف ازاي. ايوه بقى اوه ده الكلام. عاش جدا يا شباب، اوعى اوعى الاسطوره. ايوه شوفوا يا شباب انا واقف ازاي، برنس يا شباب، انا برنس واقف. يا لهوي يا شباب، عاش جدا والله، فرحان جدا ان انا كسبت في الماب. اوه عاش جدا 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 يا شباب. وبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.